طب قول لي انت يعني اوكي كنت متأثر بعم عبده داغر وكده، لكن مثلا ليه معروف عنك قوي ان انت بتحب جورج وسوف جدا؟ في فترة الكلية دي لما كنا بنقعد نسمع يعني موسيقار عبد الداغر، كنا بنسمع شريط اللي هو تقريبا اسمه روح يا نسمة، كان أستاذ طبعا الفنان الكبير جورج وسوف. فعشان كده من الفترات دي ابتدينا برضو نحب الحكاية أو نتضرب بالحكاية دي، المزيكا دي والغنى ده. فدي كانت من الفترات اللي كنا بنسمع فيها، من ضمن الحاجات اللي كنا بنهتم بها الشريط ده. يعني الحاجتين دول أكتر حاجتين كنا بنسمعهم. كان أنت كنت بتغني إيه؟ كان الاغنيه روح يا نسمه دي كنت يعني كانت بتيجي معانا قوي. يعني اللي انا فاكره كان في اغنيه اسمها الحباب، بس دي كانت بتتغنى، كانت منتشره قوي حتى في الافراح في الشوارع. فكان برضه الشريط ده كان معروف قوي. فعلشان كده كنت بتغني بطريقه جورج وسوف ولا انت؟ لا يعني بغني، يعني باخدها واغنيها وخلاص، لكن ما بحاولش اقلد. يعني انا مهما يعني مش هعرف اوصل لاحساسه ولا الغنى، فبغني بطريقته خلاص. بنغني غنى بنبقى راضيين يعني عنه واحنا قاعدين مع بعض انا واصحابي بس. طب ازاي كنت بتعمل ازاي؟ يعني هي روح يا نسمه مثلا انا ممكن افتكرها يعني. لا يعني لما بنقعد نغني بنقعد نسمع مزيكا كتير دي، لو غنيناها مثلا كنا بنشغل الاغنيه ونقعد مجانين شويه يعني تقولوها عليها. اقعد انا اغني شويه، حد يلعب شويه معاها على الاورج كده. كان معايا الاثنين اصحاب دول كانوا بيلعبوا كمان، ممكن حد طلع كمان يقعد يلعب. كنا يعني عايشين بتونسوا بعض فيه. كنا بنقعد كده يعني لحد الصبح بقى، زي ما يجي في سكتنا بقى بنقعد. طب ما تقول لي حاجة، أنا عايز أسمع أنت لما تغني حاجة لجورج وسوف هتقولها إزاي؟ هو كان بيقول روحي يا نسمة عند الحبايب، عند الحبايب ويا الحنين، قولي لهم كلمة، كلمة حبايب، كلمة حبايب، عشوا دايبي لكن صبرين بالحب يمين، وحنبقى قلبي على طول عاشقين، لكن صبرين بالحب يمين، وحنبقى قلبي على طول عاشقين، روحي يا نسمة روحي ويا الحنين، ويا الحنين، ويا الحنين. الله،